الجماهير كانت في الملعب شيء يفرح، وكان شكل الملعب مختلف تماما، والكرة للجماهير زي ما بنقول. محتاجين الصورة دي ترجع تاني في كل المباريات. طبعا هي أساس الكرة الجماهير، هي عنصر أساسي جدا في كل نشاط واستثمار في كرة القدم. متعة كرة القدم هي الجماهير الحقيقة يعني. فنتمنى استمرار الالتزام، استمرار الرقي اللي ظهر به الجماهير في المباراة في الفترة القادمة إن شاء الله.